عقد مجلس إدارة وكالة الفضاء المصرية اجتماعه الرابع برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرنس. أكد الوزير على متابعة العمل في تنفيذ المشروعات التابعة للوكالة والتعاون مع الجهات المختلفة وتنفيذ الاتفاقية العلمية المبرمة في هذا الشأن ومراجعة تنفيذ برنامج الفضاء المصري في نهاية العام الحالي ومدى تأثره بجائحة كورونا الوضع الخطط المناسبة لتعديل الأداء.